مدريد سانتياغو برنابيو من أجل خطف أول ألقاب الموسم في إسبانيا. الفريق الأبيض المنتشي بفوزه على إشبيليا بكأس السوبر الأوروبية يعلم أن المواجهة مع بطل الليغا مختلفة تماما، خاصة وأن أتلتيكو لم يعد كما كان. البداية كانت بقدم ساول الذي كاد أن يضع أتلتيكو في المقدمة لولا يقظة الحارس كاسياس. إيكير عاد للذود عن مرماه وتصدى لكرة الوافد الجديد مانجوكيتش التي كادت أن تعلن عن تقدم روخي بلانكوس، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني فاجأ كارلو أنشيلوتي الجميع وأخرج كريستيانو رونالدو ليشرك مكانه خميس رودريغيز. بيل أعلن عن التهديد الأول للمرينجي عند الدقيقة 47، لكن براعة مويا كانت له بالمرصاد. ومن كرة ثابتة جاء التهديد الثاني لبيل الذي سدد كرة قوية ردها مويا لتجد أمامها كروس الذي أهدرها برعونة مضيعا فرصة التقدم للريال. وعلى مبدأ الثالثة ثابتة أحرز بديل كريستيانو خميس رودريغيز الهدف الأول في الدقيقة 81، وعندما ظن الجميع أن الريال ذاهب للفوز بالمباراة عاد راؤول غارسيا بالنتيجة ليمنح أتلتيكو التعادل في الدقيقة 88، ليتأجل الحسم لموقعة الإياب على ملعب فيسنتي كالديرون الجمعة المقبل.